في أسبوع ما قد تجمع الاحتفالات الدينية ما يقارب 120 مليونا من الأمريكيين أثناء مشاركتهم بمظاهر احتفالية مختلفة. أما الآن فبإمكانك إضافة هذه المجموعة اللادينية التي ظهرت مؤخرا في بوسطن. هذه المجموعة من الملحدين قررت أن تخطو خطى الكنائس في مناسبات خاصة بها، حيث تعقد اجتماعات أسبوعية وتنظم مهرجانات خطابة لزعمائها وتعمل كل ذلك دون أن تجمعها ديانة ما. نحن نؤمن بالإنسانية، نؤمن بوجود الخير من غير وجود الله. نحن نحاول بناء مجتمع يحاول مساعدة البشر في العيش على نحو أفضل. مع تراجع أعداد المؤمنين في الديانات المختلفة المنتشرة حول العالم، قرر بعض الملحدين أن هذا هو الوقت المثالي لانتهاج ما تقدمه الكنائس من خدمات كالنقاش على الأخلاق وإعطاء أهمية للحظات كالولادة والزواج وبناء مجتمع يضم معتقدات مشتركة. من المهم أن تتذكر أنه يمكن أن تكون جيدا من غير إله، وأن هناك السيء والجيد من الناس المتدينين وغير المتدينين. ويبدو أن هذه المجموعة تعتقد أن هذه الفكرة يمكن أن تظهر قوة الملحدين وجعلهم قوة لا يستهان بها بين الآخرين.